القعاد في البيت طريقة هايلة لاكتشاف ذاتكم الحقيقية. ده بيحصل بس لما يبقاش في حد تاني ممكن يشوفكم. طبيعتكم الحقيقية بتظهر. المسافرة بتزهق في البيت. الحياة من غير خبرات جديدة تعذيب. لكن الخيال بيوصل للإنقاذ. خيمة، كيس نوم، وترمس شاي دافي. أي حد ممكن يشدهم عنده في البيت. ممكن كمان تفطروا في باريس لو عايزين. اكتبوا الوصفة، معجنات طازة، قهوة، ولد لطيف. خلصنا. مثلوا انكم في معاد في فرنسا. برج ايفيل برا الشباك، مفيش مشكلة. اوه لا، بونجور مادموزال. والناس اللي بيحبوا بيكونوا جنب الشاطئ، جربوا دي. شروط اللبس: مايو شيك ونضارة شمس. اقعدوا قريب من الشباك، قطعة من الفويل عكس ضوء الشمس. هاي انا سعيدة جدا، الدنيا دافية زي عند البحر، ده حتى حر شوية. اوعوا بس تنسوا الصن سكرين. يلا نرجع في الظل. والناس اللي مش بيحبوا الحرارة ممكن يروحوا للقمم التلجية. مش مهم ان ده مجرد رف التلاجة من فوق، لكن في ايس كريم. احسن جايزة لمتسلقة شجاعة. بالنسبة لمجموعة من الناس اللي قعد في البيت لوحدهم بيكون مأساة حقيقية. انا حزينة جدا وتعيسة. روتين مكتبي الحلو، ما كنتش فاكرة ابدا ان الشغل هيوحشني كده. التسلية الوحيدة هي الكلام مع صديقة في الموبايل. حتى الأكل مش بيخليكم سعدة. العالم جميل جداً، وأنا زي روبونزل محبوسة في برجها. ده رومانسي قوي لكن حزين جداً. إيه رأيك في فيلم؟ أوه لأ، هو ده هيتشيكو؟ بلاش أفلام حزينة للناس الحساسين بالشكل ده، دموعها مش بتقف. أفتكر إنها محتاجة هواية علشان تشغل نفسها. وفي ناس بيستمتعوا بالقعاد في البيت. هي تقريبا مسترخية جدا، هي مش مهتمة بشكلها أو تنظيف أوضتها. بتاكل جانك فود وفي تراب حواليها في كل مكان، لكنها كسلانة جدا إنها تنظفه. مود 24 ساعة بطاطس على الكنبة. بكرة أنا هصحى بدري وهنضف كل حاجة. أنتي مصدقة ده أصلا؟ زيادة المعرفة شيء مطلوب. كورسات أونلاين، قنوات تعليمية، تدريب للمخ. قولوا لا لفقدان خلايا المخ. واضح جدا ايه هي اولوياتها. تتعلم الفيزياء النووية وعشر لغات، والوصول لعلاج لكل الامراض. ممكن كمان تروحوا تعملوا شوبينج من البيت. كل اللي هتحتاجوه واي فاي وكريدت كارد. الشوبينج اونلاين مسلي فعلا. بعد 10 اوردرات هتعرفوا رقم الكارت بتاعكم بالقلب، ولما حاجاتكم بتوصل ده بيخليكم اصلا عايزين تطلبوا اكتر. تطلبوا اكتر واكتر واكتر. انت متاكده انك عايزه كل ده؟ ايوه. ويا ترى بطاقتك هتستحمل الضغط المالي ده؟ لكن للناس المبدعين كل حاجه كويسه، حتى الفترات الطويله من العزل. في الحقيقه بيكونوا سعداء بيها اصلا. هما أخيرا ممكن يشتغلوا على أكتر أفكار إبداعية عندهم. مثلا يجربوا ألوان المية، ماركرز، ألوان، ورق. أيوة ده مش بيحقق نتيجة حقيقية. التوقعات ضد الواقع بتضرب مرة تانية، لكن مفيش مشكلة، ممكن دايما تلاقوا هواية تانية. النحت ليه لأ؟ نتعلم شكل فني جديد حاجة سهلة. إيه ده؟ بغبغان؟ أوعوا تستسلموا. اعملوا كمان اسورة من شرايط باستخدام الحيلة التعليمية دي. اوه شكلها سهل جدا في الفيديو. طب ازاي ممكن افك التعقيد ده دلوقتي؟ هي مبدعة من قلبها لكن ايديها مجنونة شوية. انكم تكونوا لوحدكم مش سبب علشان تكونوا زعلانين. الاصدقاء مش هيجوا اليوم عيد ميلادكم، لكن هتعملوا حفلة اونلاين. كل اصحابكم هنا. دي فكرة هايلة للناس اللي مش قادرين يروحوا يشوفوا بعض خالص. هتكون زي الحفلة الحقيقية. مبروك. توست، كلمات دافية وابتسامة، وكل ده من راحة وأمان بيكم. ممكن تبعتوا لأصحابكم هدايا افتراضية، ومش بس هدايا افتراضية، ده الدليفري هيساعد. والمجموعة من الناس إن هما يفضلوا في البيت لوحدهم ده بيخليهم يحتفلوا. كنبة وفشار، إيه ممكن يكون أحسن؟ دول الانطوائيين. إنكم تكونوا لوحدكم مع نفسكم تستمتعوا بالصمت. مين هناك؟ أوه لأ، دول أصحابي، أنا لازم أتكلم معاهم. هو أنا مضطر أفتح لهم؟ سلام وهدوء. ولو عايزين أحضن ممكن تحضنوا نفسكم. الحقيقة هي ممكن تكونوا أعز صديق لنفسكم. أخيراً عندكم وقت لكتابكم اللي بتحبوه أو اللعب باليوكاليلي.
اعملوا اللي انتوا عايزينه، نيرفانا. ودي سيدة أعمال بتشتغل عن بعد، تقارير، تقديرات، خصومات، أرصدة. هي ما عندهاش حتى وقت للنوم، فيديو كل ممكن تحصل في أي وقت. المديرة مش عايزاكم تناموا حتى، وانتوا قاعدين هناك مرتاحين خالص في بنطلونات بيجامتكم. لو بتشتغلوا من البيت لازم تكونوا في شكل مناسب طول الوقت. موقف محرج واحد وأسركم المهنية هتتدمر. مثلا عرض أزياء في الخلفية مش هيعجب مديركم خالص. أوه ده كان إيه؟ لو عايزين تشتغلوا عن بعد حذروا حبيبكم من شروط اللبس في مكتب البيت. من تحت ممكن يكون أي حاجة، لكن من فوق لازم يكون ملتزم بشكل اللبس. والبنت دي عندها وقت فراغ كبير، ليه ما تروحيش لدلابك وانت محبوسة في البيت؟ خلي بالك ممكن تحتاجي فترة من الوقت. الحاجات القديمة شكلها لطيف جدا. طيب هي ليه كلها عليها تراب؟ مستحيل، أنا لازم أجربهم كلهم. الفاشونيستا بتفضل فاشونيستا حتى في الحظر، هي مش هتوقف لحد ما تجرب دستة من الفساتين. أوه دي إطلالة هايلة، صورة سيلفي. هي ما قدرتش تتخلص من هدومها القديمة، لكنها عملت محتوى جديد لحسابها على الانستجرام. والاتنين المرتبطين الأحسن ما يتسابوش مع بعض في مكان مقفول لمدة طويلة. تمضية وقت كتير مع بعض بيكون طريق مباشر لخناقات مستمرة، هما بيغلوا من جواهم. هدي أعصابك، خليك هادي، لكن مش قادرين يستوعبوا مشاعرهم. خلي بالك الكلام بيجرح. طيب انت هو هما في خناقة، حبيبي استرخى. اوه اه طيب خد ده، خد حاجتك واطلع برا شقتي، طلقني. اوه لا، هو انا عملت ايه؟ دي مش علاقة، دي قنبلة زمنية. لكن بيتصالحوا بسهولة زي ما بدأوا الخناق. يا ترى هو الهدنة دي هتفضل مستمرة قد ايه؟ الكسل بيؤدي للاختراق، ده دايما صح، ودلوقتي كمان بقى صح اكتر. واحسن مساعد صغير هو طيارة درون. فاوعوا تقوموا من على الكنبة المريحة لعمل كمية جديدة من الفشار. في حد بيحاول مع بو سناكس في الطرف التاني من البيت، وانت ممكن تمسكي الفشار من هناك على طول. الدرون ممكن كمان يجيب الكوكاكولا من التلاجة. وللطلبيات الصغيرة عربية بريموت كنترول هتكون كويسة. خدمة مدهشة، ديليفري بيتزا مريح جدا. دي ريحتها هايلة، بس اوعى تخلوها عادة. لما شاب التوصيل بيعرف عنوانكم فعلا ويعرفكم، دي علامة وحشة، ده وقت انكم توقفوا وإلا فلوسكم هتخلص. لكن بصوا البطاطس خلصت منكم فعلا، ولازم تطلبوا دليفري تاني. لازم تفتحوا كتاب طبخ مامتكم وتتعلموا تطبخوا بنفسكم. وفروا فلوسكم ووقت كل الناس. وهي دي المثالية، هي مش هترتاح غير لما اوضتها تكون مترتبة بشكل مثالي. أنا حاسس زي ما يكون في حاجة غلط. يا مين اللي طبق بيجامته بالشكل ده؟ المسكين، والتراب على الرف بيسبب ذعر. بسرعة وشيل التراب ده. ودي خامس مرة تنظف النهاردة. كل اللي هي مهتمة بيه هو مسح الأرض، لكن واضح إنها بتستمتع بالعملية دي. ليه ما تستريحيش بس؟ أوه لأ، المخدات شكلها مش مظبوط. إيه؟ تراب تاني؟ هو ده مش هينتهي أبداً؟ بالنسبة لبعض الناس التمرينات هي أحسن حاجة تتعمل في وقت فراغهم، بيزهقوا من الهولا هوبس أو التمرينات بأوزان. جسم صحي، عقل سليم. المعدات الرياضية هي الديكور الوحيد في البيت، ودايما بيبقى فيه متر قياس قريب منهم علشان تقيس زيادة وزنها. لكن لسه بدري على الراحة، كله موجود في الجدول. الروتين مهم جدا. مناخير سايبة والتهاب زور هما أسوأ حاجة، لكن مش بالنسبة للشخص اللي بيقرأ مئات الكتب عن علاج البرد. مطهر للإيدين، الأدوية اللي الدكتور وصفها، وعصير ليمون لجهاز المناعة. أوه ده رائع، سبراي للأنف، وأكيد محتاجين ماسك وجوانتيات، فنجان شاي سخن، ونومة صغيرة. ايه التصرف المسؤول ده؟ الافلام هتحميكم من الملل،
مفيش حد هيضايقكم، مش مضطرين تروحوا في مكان. رائع، جمعوا بس شوية أكل لذيذ وممكن تبدأوا أسبوع من أفلام ما بيخلص في الصبح بعد الظهر وبالليل. أجازة طويلة هي الوقت المثالي لإعادة الفرجة على أحسن أفلام في العالم، كوميدي، دراما، رعب، أي حاجة، بس اوعى تخلطوا بين مشهد من الفيلم مع الحياة الواقعية. أوه أنا بتخيل حاجات. عجبكم سيناريوهاتنا عن العزل الشخصي وإزاي بتقضوا وقتكم وانتوا قاعدين لوحدكم في البيت؟ قولولنا في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قناتنا وتشاركوا الفيديو مع أصحابكم، واضغطوا على الجرس علشان ما يفكمش الفيديوهات الجديدة من تروم تروم سيلكت.